بقى منه اللي انا لا بصرف بيها. الهيئه بتدفع للموازنه العامه للدوله؟ اه طبعا ماليه، الماليه رقم سنويه، ماليه سنويه بتتحط في الميزانيه. اه ماليه 5 6 مليار؟ لا 5، ده بقول بتزيد كل سنه في 5 6 مليار. بتزيد في السنه. احنا حاطين السنه اللي فاتت 72، كانت متحدده 72 مليار، السنه دي متحدده 86 مليار، السنه الجايه غالبا هتبقى 90 مليار جنيه. بنحط مبلغ فلا يمكن هنحيد عنه. هنقل على الرقم ده. مبلغ موجود في بيتكتب في المضبطه وموجود في الميزانيه ومعروف ومش هنقل عنه طبعا، المبلغ اللي بيتحط لازم ملتزمين بيه. لكن بيحصل فوائد اخرى بعد من المبالغ الاخرى بقى اللي هي الباقيه من المبالغ اللي بتخش لنا اللي بنصرف بيها على الهيئه وعلى التشغيل وعلى الاستثمارات وعلى الوقود وعلى كل المرتبات والكلام ده كله. فهنقص منها جزء يخش على الصندوق بدون ما نمس فائض الدوله. فالنقطه الاولانيه اللي هم كان فيها لغط، انت هتخش على فلوس الدوله دي فلوس الجد الدوله، لا احنا جد الدوله ندي بالزياده وبعد كده اللي بيفضل نشيله عشان للطوارئ ولظروف الطارئه. النقطه الثانيه برضو اللي هم كان فيها جدل النهارده والناس كانت بتتكلم فيها برضو ان المشروع بيستهدف تمكين الصندوق من انه من شراء وبيع وتاجير واستئجار واستغلال الاصول الثابته والمنقوله والانتفاع. ان انتوا هتبيعوا دي عائده على الصندوق وليس عائده على المرفق. المرفق انا ما اقدرش اقرب له ولا اصول المرفق اقدر اقرب لها. يعني مش بعمل الصندوق ده تمهيدا لبيع القناه او تاجير القناه. لا طبعا، ولا اي اصل من اصول القناه نقدر نقرب له ولا اي اصل. طبعا 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 ده مرفق شعبي ومصري ودولي وعالمي، ما اقدرش نقرب. ولا تاجير ولا تاجير ولا استئجار ولا اي جزء منه حتى. ولا حتى ناخد قرض بضمان حاجه في قناه السويس ما حصلتش. كل الكلام ده من غيرش مرفق بتاع قناه السويس ما حدش يقربه. خالص. ده حاجه وطنيه ودوليه وعالميه ما حدش يقرب لها. لا سيادة الخليل حضرتك بتقول معلش جمله قبل ما نروح للتاليه. حضرتك بتقول مرفق قناه السويس ما حدش يقرب له. حضرتك بتقول كده. ولا اي اصل منه ولا اي جزء منه حد يقرب لقناه السويس. نعم. اتفضل يا فندم. لكن هو الكلمة دي او بقية الكلام ده عائد على الصندوق نفسه، الصندوق ده هيبقى ليه استثمارات وهيبقى ليه اصول وهيبقى ليه اسيتس موجودة ممكن نتصرف فيها، ممكن نبيع فيها، ممكن نشتغل بيها من الحاجات اللي احنا نعملها عشان لا الحاجات اللي الصندوق هيعملها ممكن ابيعها واتصرف فيها. طبعا مش القناة. القناة حاج بتقول القناة دي ابعدوا عنها او كل ما حدش ملهوش علاقة لو انا هبيع بعد كده. خالص ما اقدرش. لا 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 احنا ناس وطنيين طبعا متأكدين. لا يمكن نبص لقناه السويس ان احنا نبص ان احنا ناجر لها او نعمل لها او نقترض حتى نقترض يعني بيها ما ينفعش. طيب بنتكلم ده عائد على الصندوق، كل ده عائد على الصندوق. طيب سياده الفريق النهارده ده هل ده معناه انه عائدات القناه اللي احنا بنتكلم 6 7 توصل ل 8 مليار دولار ان شاء الله، العائد ده هيدخل البنك المركزي ولا هيبقى في الصندوق وبالتالي هنفقد هذا العائد؟ لا كل ده هيخش على البنك المركزي. واحنا بنمشي طبقا لخطه وموازنه ما بنقدرش نطلع براها. يعني الموازنه بتحدد لنا نحط في البند الفائض للدوله كام، هتصرف على المشروعات الاستثماريه عندك كام، هتصرف على التشغيل عندك كام، مرتبات كام، كل ده بنوت في الموازنه وبيتصدى عليها في مجلس النواب. يعني مجلس النواب هو اللي بيناقشها وبيتصدى عليها وعنده منها، فبالتالي احنا بنمشي طبقا للموازنه دي. اللي احنا بنصدى عليه دلوقتي في الصندوق ان احنا فائض من الفائض نحطه في الصندوق، ولكن مش هنقترب من موازنه الدوله. طب انا بتكلم على بدايه الصندوق او راس ماله كام اللي تحدد؟ احنا بنستهدف 100 مليار، نبدا ب 10 مليار، ولكن سياده الرئيس الرؤيه بتاعته 300 400 مليار جنيه ان شاء الله. هنبدا ب 10 هنبدا ب 10 والسياده الرئيس بيتكلم على 300 400 مليار. 300 تمام يا فندم. في خلال قد ايه؟ هنتكلم في 5 سنين 7 سنين ان شاء الله. نوصل لهم في الصندوق ده باذن الله ان شاء الله. طيب المبالغ دي مين هيحاسب مين؟ يعني مين النهارده مسؤول عن اداره هذه الاموال؟ مين مسؤول عن اللي اقصد الاستثمارات اللي هتتم؟ وهذه الاستثمارات بتكون في انهي مناطق؟ الصندوق هيبقى ليه طبعا اعضاء اغلبهم مستثمريين ذو خبره عاليه وهم اللي هيحطوا المشاريع، وهنشوف دراسات الجدوى بتاعتها، وليها جمعيه طبعا هتبقى موجوده، وبعد كده كل ده التصديق من رئاسه الوزراء وسياده الرئيس على المشروعات اللي هتبقى تنفذها بعد دراسه الجدوى بتاعتها. لا يعني النهارده اي مشروع يتعمل في قناه السويس الموازنه العامه للدوله مش داخله فيه. خالص خالص. لا خالص. اؤكد لك يعني اؤكد لك. لا تمام. لا دولار ولا جنيه والعائد جاي انا كسبان، يعني بنقول الهيئه كسبانه وتصرف على نفسها.
تصفي على نفسها وتبقى عندها جزء لمجابهه الطوارئ والازمات، وتبقى تعمل مشاريع استثماريه تزيد من العائد ومن الدخل بتاع قناه السويس، ما يبقاش بس الاعتماد على